انا مش عايز انسى احمد ابو الفتوح لان النهارده ولا غلطته ولا غلطته، بس رمضان الحقيقه النهارده يعني كابتن الفريق ويتحمل مسؤوليه كبيره جدا جدا وكل حاجه. والله انا ما عايز بس اتكلم عشان ده اللي اتمناه، عشان الاهلي اتمنيناه قبل ما احنا بنتكلم في الحصه دي واضحه. وبعدين ما هو الاتحاد الافريقي اللي اختار، هو طبعا اختاروه افضل لاعب، افضل لاعب يعني، ف ده عمل مجهود كبير. وبالتالي انا بس كمان اللي عايز اقوله في كابتن شوقي غريب، ليه برضه يا بلال انا بقول الكابتن شوقي غريب النهارده؟ لان تغيير عبد الرحمن مجدي واضح ان في حاجه متقلاله. صح، يعني انا اول ما نزل قلت لحضرتك يا كابتن حشيش، قلت لك في حاجه متقلاله، هياخد لجوه ويشوط. عملها كم مره؟ اربع مرات، اربع ثلاث اربع غير مرات غير العرضيات. لا، والعرضيات اقل لان هو مركز، واخد تكليف بكده، واخد تكليف ان هو يخش يطلع من على الخط، يخش لجوه يشوط، يخش مع الخط يطلع لجوه يشوط، امكانياته كده. صحيح، فده ده اللي خلانا نكسب. ده معنى ان كابتن شوقي غريب حافظ لعيبته، كابتن شوقي غريب منبه عليه اعمل كذا. فعشان كده انا بقول لك كابتن شوقي غريب النهارده من وجهه نظري يستحق ان يكون الافضل في هذه المباراه بعد رمضان. هي تغييره المكسب،